رسميا وصلنا للجولة 30 من البطولة الوطنية، والجولة الأخيرة من البطولة الوطنية هي واحد الجولة اللي حاسمة، خصوصا غادي نشوفوا فيها إما تتويج فريق الرجاء العالمي ولا فريق الجيش الملكي باللقب البطولة الوطنية. وهنايا كيتطرح واحد السؤال مهم، شكون هو الفريق اللي غادي يتوج باللقب ديال البطولة الوطنية؟ واش فريق الرجاء العالمي اللي مواجه في الجولة الأخيرة فريق منودي توجده، أو لا فريق الجيش الملكي اللي عنده في الجولة الأخيرة مباراة ديال الديربي؟ المهم نبدأ بالمباراة الأولى اللي هي المباراة ديال الديربي اللي غتجمع بين فريق الجيش الملكي وفريق الفتح الرباطي. كما عارفين باللي في الجوله الاخيره من البطوله الوطنيه فريق الجيش الملكي عنده واحد المباراه اللي قويه بزاف، لانه غادي يواجه واحد الفريق كيتعتبر واحد الفريق اللي عنيد في البطوله الوطنيه، وزيد عاوتاني حتى هو غادي يلعب من اجل التاهل كاس كونفدرال افريقيا. اما من ناحيه فريق الجيش الملكي في هذه المباراه فهو خاصو ينتصر ضروري على فريق الفتح الرباطي ويسين تعادل ولا خساره فريق الرجاء العالمي في الجوله الاخيره اذا كان باغي يتوج باللقب ديال البطوله الوطنيه. يعني اذا جينا نشوفوا المهمه ديال فريق الجيش الملكي من اجل تتويج باللقب ديال البطوله الوطنيه فهي صعبه الى حد ما، لان كما قلت لكم خاصو ينتصر ضروري على فريق الفتح الرباطي وموراه يسين الهديه ديال الفريق مولود يتوجد. على شي بالنسبه للمساله ديال تتويج فريق الجيش الملكي باللقب ديال البطوله الوطنيه فهي واحد المساله اللي ضعيفه واحد شويه، واذا جات نعطي النسبه ديال تتويج ديال فريق الجيش الملكي باللقب ديال البطوله الوطنيه فانا يلا غادي نعطي شي 30%. وزيد عاوتاني اذا جات نعطيكم التوقع ديال هذه المباراه ديال الديربي اللي غتجمع بين فريق الجيش الملكي وفريق الفتح الرباطي فانا بكل صراحه كنشوف بواحد النسبه الكبيره هذه المباراه هذه غتسالى تعادل، لان الفريقين بجوج بهم غادي يدخلوا بواحد القوه اللي كبيره بزاف وبجوج بهم باغيين ينتصروا في هذه المباراه، على هادشي كنشوف بلي هذه المباراه هذه في الاخير غتسالى تعادل. اما من ناحيه المباراه اللي غتجمع بين فريق الرجاء وفريق مولودية توجده فبكل صراحه كما عارفين بلي هذه المباراه هذه صعيبه على فريق الرجاء العالمي، خصوصا وكما عارفين بلي فريق مولودية توجده ماشي واحد الفريق اللي سهل، وخصوصا في الجوله الاخيره من البطوله الوطنيه حتى هو خاصو يتفادى الخساره، لان اي خساره في الجوله هذه فهو غادي يكون مهدد بالنزول القسم الثاني. على هادشي بالدور ديالو حتى هو غادي يدير اللي بجهده باش يتعادل ولا ينتصر في هذه المباراه. ولكن الفريق اللي غادي يواجه فريق مولودية توجده واحد الفريق اللي ماشي سهل، واحد الفريق اللي موسم كامل ما خسر، وهذا الفريق هذا هو فريق الرجاء العالمي. وزيد عاوتاني فريق الرجاء العالمي ما حد وصل هذه الجوله الاخيره من البطوله الوطنيه فهو اخر حاجه اللي يمكن يفكر فيها هو الاستسلام. على هادشي فريق الرجاء العالمي في هذه المباراه غادي يدير اللي بجهده من اجل الانتصار ولا شيء غير الانتصار، وزيد عاوتاني غادي يلعب بواحد الهدوء الكبير، لان في الجوله الاخيره من البطوله الوطنيه فالضغط غادي يكون على فريق الجيش الملكي، اما فريق الرجاء العالمي ما غاديش يكون عليه الضغط نهائيا. على هادشي بالنسبه لي في الجوله الاخيره من البطوله الوطنيه فالانتصار ان شاء الله غادي يكون من نصيب فريق الرجاء العالمي، والتتويج باللقب ديال البطوله الوطنيه غادي يكون من نصيب فريق الرجاء العالمي. مقبل نسالي الفيديو هبط الكومنتات وعطيوني شكون اللي غادي يتوج باللقب ديال البطوله الوطنيه لموسم 2024. ويلا فتي كان معكم حفيظ وتهلا.